السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت شيعت لي يا بوي؟ ايوه يا ولدي، خالك احمد قال لي على الموضوع اللي انت حددته فيه. وقول لك ايه يا بوي؟ ودي فيها جول دي. ده يوم المنى، يوم ما اشوفك عريس ومتهني في دارك. ربنا يبارك فيك يا بوي ويديلك طولة العمر. ما تقوم تبلي لنا كوبايتين شاي عشان الخبر الحلو ده. من عيوني يا ابو عبد الرحمن. مبروك يا ولدي، الف مبروك. سلام، فرحانة فرحانة، وانا كمان فرحان. يا سلام على الفرحة. انت اتجننت يا ولا ايه؟ جوازيه اللي بتتكلم عنه ده جرالك ايه يا بوي؟ ما انت لساك موافق وقايل لي الف مبروك. وانت عايزني اقول لها قدام امك عشان يتغفلكها علينا؟ يا ولدي اعقل يا ولدي، هم اللي جوزوا قبلك عملوا ايه؟ ما انت شايفني وشايف امك بتعمل فيا ايه؟ امي معذوره يا بوي، ما انت ما بتديهاش شريك حلو وسايب لها الدار على طول. ما انا بهرب من لسانها اللي عامل زي الفرقله ده وبقصر المشاكل، لكن انا ممكن ازعل بس ما برضاش. وبعدين اخويا احمد ما هي اتجوزت الدكتوره ندى وانت وافقت. لا، جوازة الدكتور دي كده وكده، جوازة بيزنس مش جواز جواز يعني. بس انت كده يا بوي بتكسر قلبي وقلبي منى. يا سلام، تكسر قلبي وقلبي منى؟ يا رايف انت يا حنين، جاك قصر قلبك وقلب منى في وقت واحد. ياد افهم ياد، الموضوع ده ما تتكلمش فيه تاني، سامع ولا لا؟ بس يا بوي ما بسش، خلاص ما تبسبس ليش، انا اللي اقوله يتنفذ على طول. بس بقول لك ايه، اوعاك امك تعرف ان انا اللي رفضت الجوازة، خليها تيجي من ناحيتك يعني. قول لها مثلا يعني ان انا لقيت منى دي مش فتاة احلامي مثلا. يعني عايز نكذب كمان يا بوي؟ يا دي اتعلم مني حاجه وافهم افهم. الشاي عريس. الف الف مبروك يا عبد الرحمن، الف الف مبروك. ما تسمعينا زغروطه. سامية بنتي، يا سامية. يما فيها ايه؟ قوم يا بنتي هنقول لك حاجة تفرحك. فيها ايه يما؟ بتصحيني كده ليه؟ بكفاياك يا حديد واسمعيني، الحاج عبد الجليل كان عند ابوك النهارده. وايه الغريب في كده يما؟ طلب يدك يا بنت. طلب يدي؟ كأنك مش فرحان. لا فرحان. يعني ما سألتنيش طلب يدك لمين؟ لمين يما؟ لأدهم ولد الغريب. أدهم؟ واه مالك يا بنتي؟ وأبوي قال له إيه؟ وافق طبعاً، أدهم شاب زين ومتعلم وبيشتغل شغلانة محترمة، وجده من كبرات الناحية الشيخ عبد الجليل. أنا دعيت لك وباب السما كان مفتوح. ألف بركة يا بنتي. الله يبارك فيك يما. ابويا وين دلوك؟ نعس، واني كمان حنقوم ننعس. تصبحي على خير يا دنار. انت من اهلي يما. مهمة قوي لازم نقولها لك.